العربي زي المخرج ده عباره عن ايه؟ احنا درسنا عباره عن يعني التوقف ده اصلا ماشي؟ يعني مثلا عنده اليوريك اسيد هيزيد في الدم. طب سؤال، هو اليوريك اسيد ده جاي منين؟ تفسير للبروتين، بروتين ايه؟ ويوكل بروتين. يعني ايه برضه؟ انت عارف ان المفروض ان في ايه؟ في بيت السنة اللي هم مين؟ اليورين والبيروفيلين، هم دول الاساس. فانت لما بيحصل تكسير في الدي ان ايه ثلاثه من الكسره، اليورين والبيروفيلين بيتكسروا. ده سورس من السورس بتاع اليورين، ده فاهم السورس عندك. يعني معنى كده ان انت لو عندك اي حاجه بتكسر في الدي ان ايه بيسموها كده تيرن اوفر، يعني حاجه عماله تتكسر باستمرار تيرن اوفر. يبقى الدي ان ايه ده هيتكسر باستمرار، الخلايا بتموت ويطلع مكانها خلايا جديده وهكذا. فمعنى كده ان انت عندك تكسير اليورين والبيروجين هيزيد، فعليها هيطلع لك اليوريك اسيد. بس معلومه، اليوريك اسيد لوحده مش مشكله. المشكله ان اليوريك اسيد دايما لما بينزل بيتسحب مع الصوديوم اللي في الدم، فيعمل لك حاجه مشهوره اسمها صوديوم يورين. هي دي المصيبه بقى. الصوديوم ده بيبدا يترصد في اليوريك اسيد ويبدا يعمل لك منظر دبابيس كده، بيقولوا عليها صوديوم يوريك كريستال، بتبقى تابت ان يعني عباره عن دبوس. تخيل كده ماركو، يعني تمام، ان انت جبت دبوس وقعدت اقول لك في ركبتك ماشي. كل يوم كل ما تيجي تتحرك في حاجه في الجوينت، انا كابت على الجوينت عندك دبوس، هيحصل لك ايه؟ تغير فين؟ ايه المشكله؟ يبقى اليوريك اسيد عندك بيتكسر تمام؟ او بيتكسر اليورين والبيروفيلين دي. دي اليوريك اسيد مش هو ده المشكله. المشكله دايما في اليوريك اسيد اللي بيتحد مع الصوديوم، يعني لك حاجه اسمها صوديوم يورين. الصوديوم يورين دي تبدا تترصد فين؟ اكثر مكان بتترصد فيه في الجوينت فبيقولوا عليها ارتيكولار، او ممكن يسمونها اكسترا ارتيكولار، يعني اكسترا ارتيكولار بره الجوينت. وعلى فكره اشهر مكان هنا في الجيب هنا، تلاقي واحد عنده كده حاجه زي ايه؟ حمول صغيره كده زي الطلقه، او في الجوينت. الجوينت ما بيحتاجش اي جوينت، بيروح يكسر في اي جوينت يقدر، بس هو بيحتاج جوينت كبيره. يعني ايه جوينت كبيره؟ الشولدر والني والايد، هو اكثر مكان دايما بيحتاج يتكسر فيه الايد. بس السؤال ده ام سي كيو، الكومنت سوسايت عشان تيجي في الام سي كيو دي، ايه اكثر مكان بيحب يتكسر فيه؟ البيكتو. طب البيكتو ده اسم الجوينت فيه ايه؟ الجوينت اللي موجود عندك في الصباع رجلك ده اسمه، هو اسمه ميتا تارسو فاليجيال جوينت بتاع الفيرست اللي هو البيكتو ده، عشان جمله الام سي كيو. هو الجواب ما جاش ولا مره ولا هيجي، ما جاش ولا مره في الامتحانات، بس دايما بيجي في اسئله في الام سي كيو ترو فولس. اول سؤال يجي يقول لك في الجواب سبب زياده اليوريك اسيد. طيب يحصل ترسيب بصوديوم يوريك في ميتا فاتو فريد لابيون. طب السكن ده يبقى في الجديد، يبقى اسمه ايه؟ ميتا كاربو فريد لابيون تمام؟ ميتا كاربو فريد لابيون بتاع فريد، وفي الريس برضه بيجرس في الريس، بس قلت لك هو الكومن سايت هو ايه؟ الفيرست ميتا تاتو فريد لابيون. طب تعالى كده نبص على جوينت حصل فيه ترتيب. هو الجوينت ده عباره عن ايه؟ حاجه يعني ايه هو ترتيب الجوينت؟ عظمتين وما بينهم كارتج وفي ايه؟ كابسول او مفيش كابسول حتى. طيب قلت لك دلوقتي ان انت الفكره كلها ان انت عندك في ابر بتترصد، كريستالات بتترصد في الجوينت. الجوينت ده لما يجي يتحرك يحصل فيه سيفير بين. طيب ولما في حاجه تعمل سيفير بين يبقى اكيد الجسم هيوسع عليها زي ما هنعرف كمان شويه بالانفلاميشن. اي حاجه بيحصل فيها الانفلاميشن بيبقى لونها ايه؟ بريد. بيبقى تلاقي الجوينت محمر جدا. طب ولو خدت عينه من الجوينت ده هتلاقي بيترصد فيه ايه؟ الكريستال الصوديوم يوريك تمام؟ طيب الجوز ده كومن في الميل ولا في الفيميل؟ اكيد طالما حاجه فيها مصيبه يبقى ايه؟ في الميل. Thank you.
قاعدين على قدنا. انا والله زعلت على ماركو لما عرفت انك خطبت دي وقتها في العقل. نعم وكل دي قاعدة لوحده. يوم الجمعة يوم الأجازة ده بخطر على طلب الطب. يوم الجمعة الأجازة ده بخطر على طلب الطب. ليه؟ الفراغ بقى. ده كل جمعة. مبروك يا مالك. هو
تاخد الكريشن من الشباب الضريفه اللي يجي لازم في سؤال او اثنين وتاخد الى حد ما معكوس تمام. وفي الديسكريشن الديسكريشن كله عباره عن حاجتين 80% هيومر وفي شباب الكامله في الاخر خالص كلها هيومر ودول ما تلعبش منهم يعني و20% انفلاميشن. فالشابتر ده لما نيجي نذكر الانسبيريشن ويمكن الانسبيريشن طبعا انتوا عارفين الفسيولوجي عامل ازاي. الشبكه دي شويه في مصطلحات فهقول لك قبل ما نيجي على شابتر الانسبيريشن هنراجع جزئيه معينه في الانسبيريشن لانها هتطبق تاني كمان. الشابتر ده محدش يجي فيه ليه؟ هتبقى التغيير الذاتي لان كله مربط في بعضه تمام؟ اول حاجه هي كلمة الانفلاميشن دي اصلها ايه؟ كلمة فليم وفليم يعني لا والفليم ده بيتميز بحاجتين لونه ايه؟ احمر. فاي حاجه يحصل فيها انفلاميشن يبقى لونها احمر ولو جيت تحط ايدك في الفليم يا ماركو يبقى قرص. يبقى انت عندك اي حاجه فيها انفلاميشن لازم هتلاقيها ايه؟ قرص وريد. طب سؤال حد عارف ايه؟ ايه الحاجة المسؤولة عن الهوتنس والريدنس بتاع الجسم؟ سمين البلط. هو مش البلط هو اللي بيخلي لون الجسم لونه احمر والدم او درجة حرارة الجسم معتمدة على درجة الدم. فالفكرة كلها كلمة انفلاميشن تمام تعني ان الجزء اللي هيحصل فيه انفلاميشن هيبقى ليه جوه. طب انت الكلام ده كله على جنب عندنا في المقدمة اللذيذة كده احنا طبعا داخلين على ايام شتا وكتير قوي بيجي لنا في دور برد. فبعد ما بيجي لك دور برد زمان واحنا صغيرين كان اهالينا بيخافوا علينا واول ما بيجي لك دور برد ياخدوك بروح الدكتور زمان. دلوقتي الصبر فكنت لما بتروح الدكتور وبالذات عندك فيه التهاب بقى في المنطقه دي كلها الدكتور ما عرفش كان بيجيب بتاع الطن اللي بيقول له ده يروح يلعب في حاجات غريبه وبعد كده فتح مليون للحاجه ابنك عنده دواء مع انه ممكن يكون شيء تمام. فاجي عادي في حته كده والله. فالفكره كلها انت بصيت على الماوس بتاع واحد عنده بس قبل كده او لو كان متخيل بصيت على الماوس بتاعك وانت عندك بس هتبص ازاي لونه ايه؟ هتلاقي شوية صح يبقى فيه محتقن ولونه محمر. طب السؤال ليه حصل الكلام ده؟ الحاجة الثانية انت علشان تتخيل الموقف ده انا هديلك ملخص شابتر الانفلاميشن كله في الحتة اللي جاية دي وده اللي انا عايز اشرحه بالتفصيل. ادي عندك ايه؟ التيشو اي تيشو وهيجيلك هنفترض مثلا انفكشن بمكتيريا التيتو ده ليه بلط صدري صح؟ بيغذيه بيديله البلانت والنيوتريشن والكلام ده كله. القصه كلها هتبدا ازاي؟ بص قصه التاثير كده الانفكشن ده اول ما يدخل يروح داخل خالص ففي رقص بتاع هيحصل من البلط ده. طيب الفكره دلوقتي ان البكتيريا دي هتطلع مواد المواد دي هتعمل ايه في الخلايا؟ ميكروس صح؟ طيب اتفقت معاك ان الخلايا اللي هتموت هتبدا تطلع حاجات كتير من جواها من ضمن الحاجات اللي هتطلعها ودي مفتاح الانفلاميشن حاجه بيسموها كيميكال ميديتورز. طب ايه الكيميكال ميديتورز دول؟ انتوا عارفين تملوا فيهم دول الهستامين والسيروتونين والحاجات دي كلها. طب ايه الغرض؟ الغرض انها تبدا تحاول انها تستنجد بكرات الدم او الجسم. طب الهستامين زي ما انتوا عارفين هيعمل ايه على البلد برضه دايلتيشن. طب البلد ازاي دلوقتي هيحصل فيه؟ هيحصل فيه تغيرات ويحصل فيه برضه دايلتيشن. السؤال ايه اللي هتستفيده لما يحصل برضه دايلتيشن؟ كميه الوقت بلس سيلز هنا على الفضائي هتزيد. طيب وبعد كده الوقت بلس سيلز هتخرج بطريقه معينه كده وتروح ناحيه البكتيريا دي بتعمل فيها ايه؟ ركز فيها
يبقى الانفلاميشن اللي حصل عندك ضروري ولا مش ضروري؟ ضروري جدا. يعني ما تفتكرش انك لما تيجي تبص على رجل واحد خالص اسمها دانا احمر، طب ليه؟ عشان حصل فيها انتهاك. فالسلطه كلها ان انت يحصل عندك ايه؟ التيشو ده علشان يجي في وايت بلاد سيلز يبقى لازم دي كاستم فايبر ولا مش؟ يبقى لازم يكون فاسكولارايز ولا مش فاسكولارايز؟ طب السؤال الثاني اللي حصل ده اكشن من التيشو ولا ريسبونس او رياكشن من التيشو؟ يعني ده رد فعل على حاجه حصلت. يبقى ده بتاع لو انت عايز تعرف الانفلاميشن هو عباره عن ريسبونس. لان الان تيشو على فكره الكلمه دي في الكتاب، بس لما انا بمسح الكتاب او اجيب الكتاب ريسبونس الان تيشو لازم التيشو ده يكون ايه؟ مصدر كل عباره. ليه؟ عشان يتخلص من البكتيريا صح؟ او الانفكشن. طب الريسبونس ده تنزل في ايه؟ رقم واحد ان هيحصل تشينجز في البلازما صح؟ فيكون عليها فاسكولار تشينج. رقم اثنين جبت سيل اللي هي فايت بلاد سيل هتخرج من جوه البلاد سيل وتروح لفين؟ للانجيريس تيجي تعمل فيه ايه؟ تتخلص منه. يبقى انت دلوقتي الانفلاميشن مرت على مرحلتين، المرحله الاولانيه تغيرات في البلاد سيل، والمرحله الثانيه تغيرات بيسموها سيلولار تشينج. يعني ايه سيلولار تشينج؟ ان كميه البلاد سيل هتزيد، وبعد كده هتخرج بالتفصيل ازاي البلاد سيل تدخل هتخرج من جوه البلاد سيل وتوصل لحد هنا تعمل ايه؟ يبقى دلوقتي لو عايز اعرف الانفلاميشن يوصفوا لي الكلام اللي انا قلته ده. هو ريسبونس وفاسكولارايز تيشو كومبوز اوف كام ستيج؟ فاسكولار ستيج وسيرولار ستيج. الهدف من الكلام ده كله انك تعمل ايه في الانجيرنس ستيشن؟ ريموف الانجيرنس. قلت عليك الانجيرنس. الفكره بقى لازم تسيب كلمه فاسكولارايز، الكلمه دي مش مكتوبه في الكتاب. ليه؟ الكلمه دي لو مفيش بس الاستيشن اللي تيجوا يبقى هنا معنى كده ايه؟ مش هيحصل التهاب. ودليل على كده عمرك هو في عندي تيجوا ايه بس كنا او كميه بلاد سيلز في الدقيقه قوي؟ لكن حاجه كده بين عظمتين كارتش ايه بس كنا. وعشان كده مفيش عمرك لو قتلك كده تمام؟ انا برضه وقال لك في حاجه اسمها كوندرايتس قول له لا. قول له مفيش حاجه اسمها كوندرايتس. طب ليه مفيش حاجه اسمها كوندرايتس؟ ما احنا اساسا الانفلاميشن لازم نبتدي يكون ايه؟ وبالتالي لا في فاسكولار فين ولا في رولار فين يبقى ازاي هيبقى كوندرايتس تمام؟ يبقى ده الملخص اللي احنا هنتكلم عنه حوالي في الصوتين. مطلوب من سعادتك تفهم ازاي هيحصل فاسكولار تشينج، ايه هي التغيرات اللي هتحصل في البلازما، وبعد كده ايه التغيرات اللي هتحصل في تمام؟ طب السؤال ده الانفلاميشن اللي هيحصل عندك دول بس ده في الاكزامبل كده بيكون موجود دول بس عباره عن واحد بيقول لك انا حطيت الصبح تمام عربيتين تخين يوم اثنين بس اليوم الثالث تخين كل الملخص صح. يبقى بعد كده الكونسيبت حدوث المرض ده كان ايه؟ سريع وطويل سريع جدا فيقول عليه كلام الكونسبت. طب الحاجه الثانيه الديوريشن اقرب ايه؟ شورت ديوريشن. طب تعالى الحاجه الثانيه العيان اللي عنده تي في العيان ده بيقول لك انا كنت بشرب شيشه 10 سنين وبعدين حسيت بتوجع صدري لمده 3 سنين وبعدين بدات اكح برضه بتاع كام شهر وبعدين قعدت اكح دم كمان كام شهر وتقعد تعالج فيه قلنا 9 شهور. يعني معنى كده العيان ده البوست بتاعه ايه؟ جرادوال وديوريشن لونج ديوريشن. فقالوا ده السريع سموه التهاب حاد. مش معنى انك تسمع ان كلمه التهاب حاد يعني ايه؟ يعني سيفير ده ممكن يكون سيفير وممكن يكون مايل. اما ده قالوا عليه التهاب مدمن وسموه ايه؟ سموه كرونيك. يبقى انا دلوقتي عندي كام نوع من الانفلاميشن؟ اكيوت وكرونيك. في نوع مش عندكم بين الاثنين اسمه سب اكيوت. يعني لا هو اكيوت ولا هو كرونيك. يبقى ده اللي تعريف الانفلاميشن ايه هو؟ اول كلمه ريسبونس هو فاسكولارايز تيشو. ليه؟ عشان يتخلص من الجينيال تيشن. بيمر كام مرحله؟ مرحلتين، فاسكولار فيز وسيريولار فيز. طب السؤال الثاني ايه هي اسباب الانفلاميشن؟
هي نفس الاسباب اللي بتيجي مش انت لسه زمان لقيت الاكتيفيتي والسيستم متنمر فالاسباب الانفلميشن هي نفس الاسباب اللي بتيجي بس انت طبعا محتاج تشيك حاجه ما قلتهاش راح نقسمها لك الى ايه؟ الى ليفنج ونون ليفنج يعني هو ايه الليفنج اللي عندك؟ بكتيريا فايروس الكلام ده كله والنون ليفنج انفيجن نفس الكلام هو نفس الاسباب تغيرتهم مش لازم حاجه غيرها فبالنسبه لك ولا سؤال هيجي ثلاث كوزز انفلميشن الكلام ده طيب السؤال اللي بعد كده ايه هي انواع الانفلاميشن بتتسمك الى نوعين اكيوت وكرونيك طبعا انا حطيت الجدول المقارنه بتاعت اكيوت وكرونيك الاول ليه؟ لان طالب الطب معروف بحاجه جميله قوي انه بيجي كانسر وستيت وبيجي في دايما قاعده كده ان بيجي في اخر تفاصيل فالامتحان يجي ده نوع واحد تمام؟ فالحاجه ايه؟ انك تحط اول تفاصيل او اخر تفاصيل في الدور الاول تمام؟ فانا عملت ايه؟ رحت جايب لك المقارنه بتاعتك الاول، ففي حاجات مش تسمى دلوقتي، تمام؟ فالمقارنه دلوقتي هو بيقارن لك ما بين الاكيوت والكرونيك، اللي انا عايزك تلعبه بس في المقارنه الحاليه ما بين الاكيوت والكرونيك ايه؟ الاوز بتاع الاكيوت اخباره ايه؟ صح؟ والديوريشن شورت ديوريشن. طيب هنا في الكرونيك بياخد فتره طويله ويقعد جرادوال يبقى انا دلوقتي عندي ده بيسموه كرونيك وده بيسموه اكيوت. في حد بيفهم الكلام ده؟ قصه الانفلاميشن دلوقتي انا مطلوب مني اعمل ايه؟ افهم الريسبونس ده هيبقى عامل ايه؟ تمام؟ يعني تفهم يعني ايه ماسكولار تشين يعني ايه سيريلات؟ طب سؤالك ايه؟ دلوقتي لو انا جيت قلت لك اماكو ان انت جالك كل بعد شهر بعد شهر تمام؟ أول يوم زورك هيحصل له إيه؟ هيبدأ صح؟ على اليوم الثاني أو الثالث جسمك كله هيحصل له إيه؟ هتلاقيه بقى مكسر وتعبان وفيبر وبلاوي. يعني معنى كده إن أي انفلاميشن يبقى ليه لوكال إيفكت مش إيه؟ جنرال إيفكت صح؟ أنت دلوقتي عندك التهاب إيه؟ عندك التهاب في اللوكال. إيه اللي يخلي جسمك كله يفتح؟ طيب السؤال بدأ يبقى انا مطلوب مني كمان اعرف ازاي الفكره ده حصل وازاي الجنرال ده حصل تمام يبقى احنا دلوقتي هنسال اول شخص لينا بالاكيوت انفلاميشن على فكره الشابتر كله اكيوت الكرونيك ده عارفين اللي هو السيفير حاجات دي ناخدها في شابتر الكرونيك انفلاميشن يعني الكرونيك ده مش هيتكلم مش هتسال عنه غير فقط في الاخر تعالى بقى نبدا بالاكيوت انفلاميشن لو انا عايز حد يديني تعريف اكيوت انفلاميشن يعني حضرتك كلمه ايميديت بس ايميديت ريسبونس وفاسكولاريز تيشو تو انجير فيجن المكون من كام حاجه باركولار و صح طيب الاسباب عندك هي الاسباب بس نقي الاكيوت منها يعني ما تجيش تقول لي تي في وسكرت الامراض دي امراض طويله تمام اللي مين بقى وهو ده الشخص ده اكتب عليه سؤال امتحان هو ده بقى سايب المذكره الباثوجينيسيس او الميكانيزم بتاع الاكيوت انفلاميشن يعني كل اللي فات ده كلام كده قرايه هو من اول هنا هو ده الكلام المهم وركز في الكلام ده كويس جدا احنا اتفقنا دلوقتي ان عمليه الاكيوت انفلاميشن دي هتمر في كام مرحله أول مرحلة لوكال ولا جنرال؟ يبقى هنتكلم الأول على مين؟ عندك اللغة بتاعتك هيحصل فيها التهاب، الالتهاب ده لما يكون شافه بيمر كام مرحلة؟ الفاسكولار تشينجز والسيلولار تشينجز. الجنرال ده خليك يبقى الباثوجينيك اللي هيحصل فيه أنا هاجي أرسم لك دلوقتي تيشو وهاجي اقول لك ان دي بكتيريا وهاجي اقول لك ان ده بلاد فيسل انا دلوقتي عايز افهم البلاد فيسل ايه التغيرات اللي هتحصل فيه وبعد كده هيحصل ايه؟ ان الوايت بلاد سيلز اللي موجوده هنا هتخرج وتاكل البكتيريا عايز اعرف ازاي هتخرج وازاي هتوصل للبكتيريا وتتعرف عليها وازاي تاكلها هو ده المطلوب منك وهي دي اكتر حته بتيجي في الامتحان شابتر انفلاميشن في جزئيتين بيسموهم الفوت اريا دي اول حته فيهم مهمه والحته الثانيه بتاعت الاكل تمام
يبقى انا دلوقتي يا مصر عايز افهم مين؟ ادي بكتيريا بنت دخلت عندي عملت ايه؟ سقط. اول ما هتسقط هيحصل في فاسكولايزيشن. عارفين يا ولاد لو دخلتوا العمليات قلت لكم كلامكم تلات ولا بلاش ورحت العمليات وشفت مثال عمليات المسالك المسالك اليوريكال بيبقى حوالين الرينا الارض فالدكتور ممكن هو شغال في العمليه صباعه يلمس الارض. بص على الارض السهل هيحصل ايه؟ ريفلكس كونتراكشن. طب ليه؟ لان هم لما جم شافوا الارض بيزاولوا من بره عليه حاجه يسموها ريفلكس. الريفلكس دي لما بيحصلها ستيميوليشن بتعمل ريفلكس بازل ريفلكشن. بس ده مؤقت ولا بيمنع؟ دي حاجه ترانزيت. يبقى اول تغير عندك هيحصل ترانزيت باس كونستريكشن. بصوا بقى انا كل حاجه هقولها اقول ايه هو الافكت اللي عندي عشان الناس اللي بتفكر في الكلام تبقى فاهمه انا بقول ايه والميكانيزم بتاعي حصل ايه وايه الريزلت اللي اترتبت عليه. ماشي؟ يبقى الافكت والميكانيزم والريزلت. طب السؤال أول حاجة اتكلمت عليها إن البكتيريا دي أول ما تدخل هيعتبر كأنها خبطت مين؟ خبطت البلاد. طب السؤال لما خبطت البلاد سيستم عملت فيه إيه؟ ترانزيانت بلاد كونستريكشن. يبقى ده نتيجة إيه؟ الأكسونال ريفليكس ده اسمه أكسونال ريفليكس. وده نتيجة إيه الأكسونال ريفليكس؟ لما تكتب زي الموجود على الأول بتاع البلاد. الموضوع ده مش اي اهميه ده ريفلكس عادي فمش هستفيد منه باي ريزلت انتجريت. السؤال ده دلوقتي البكتيريا دي قلنا هتعمل ايه؟ هي ما خبطتش الارض دي بس هي خبطت الارض وضربت كمان ايه؟ الخلايا. الخلايا دي هيطلع منها ايه؟ كيميكال ميديا. بصوا بقى الانفلاميشن دي متاح وشفر الريز دي متاح. كل كلمة في الانفلاميشن اللي بتتحكم فيها حاجة اسمها ايه؟ كيميكال ميديتور. انتوا عارفين اصلا في كتاب اسمه كيميكال ميديتور. الكتاب ده مثلا تقريبا 1200 صفحة كتاب كبير قوي. فالحمد لله احنا عندنا في زمان حتى في كتاب اللي كان عاملين الكيميكال ميديتور دول اربع صفحات وكان السواد ده تبقى تعرف الكيميكال ميديتور الهستامين بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. فطبعا كان فيهم قلق ووجع دماغ كتير فالعملية اتثبت شوية. الكيميكال ميديتور الزور هم اللي هيعملوا لك كل حاجه، يعني لما اجي اقول لك ايه السبب؟ اي حاجه بعد كده تقول لي اول حاجه ما تفكرش فيها، تحط الكلمه دي كيميكال ميديتور. طب احنا اتفقنا ان الكيميكال ميديتور دول هيطلع هيستامين وسيرتونين وحاجات كتير قوي. طب الهيستامين تتخيل دلوقتي هيعمل ايه على البلازما؟ يبقى تاني حاجه هيحصل فاسوفايزيشن. طب الفاسوفايزيشن ده ايه؟ هو ايه البلازما بتاعنا؟ ايه افضل حاجه للبلازما؟ والكاميرا دي ليها كونكشن من ناحيه هنا ومن ناحيه هنا مع ايه؟ مع ارتريول وفينيول. يبقى الهستامين اللي هيطلع هيعمل فانس دايليتيشن فين؟ في الكاميرا دي الارتريول والفينيول. يبقى تاني حاجه حصلت عندك فانس دايليتيشن. عشان بس تبقى فاهم هو ازاي حصل فانس دايليتيشن ده غصب عنك. ده ليه؟ يعني انا دلوقتي لو انت واقف قدامي ماشي بروح في جانب دقك غصب عنك هترجع لورا. تمام؟ اللي بعد كده ما يهمنيش، بس هي الفكره اول حاجه عندك ترانزيانت بوزيتيف انستركشن وده نتيجه التروما اللي حصلت في الاكل وعملت سيميوليشن للاكسترنال ريسك. الحاجه الثانيه البوزيتيف اول سبب من غير ما افكر سببها ايه؟ كيميكال ميديتور. طب الحاجه الثانيه مش احنا قلنا ان الاكسترنال ريسك ده ترانزيانت يعني بعد فتره هيحصل له ايه؟ هيحصل وبرضه كيميكال الميديتور هي اللي هتطلع مواد للريسبتور ده تقول له ايه؟ خلاص كفايه عليك. يبقى من الاخر كيميكال الميديتور هي المسؤوله عن البارتو دايلاتيشن عندك. طب سؤال بقى عن هات البلاد ميتل الاول. البلاد ميتل الباين بتاعه من جوه اسمه ايه؟ والانتفيريا ما بينه وما بين بعض في حاجه اسمها مسافات كده اسمها فيلستريشن. طب دلوقتي هيحصل برضه دايلاتيشن صح؟ البرضه دايلاتيشن يعني بلاد ميتل يبقى بالمنظر ده.
أول سؤال في السؤال كده، لما يحصل عندي فرض ريليشن، إيه اللي هتوقع إنه يحصل دلوقتي؟ الفينستريشن هتوسع، صح؟ يعني إيه الفينستريشن؟ يعني أيوه، اسمعي بقى، يبقى حلو أوي، يعني إيه فرض ريليشن؟ يعني اللي تسرب البلازما من هنا هيزيد. يعني في الاستريشن دي بتعدي دي بيسموها النسبيه، فلما توسع المسافات اللي ما بين الاندوثيليوم اللي بيسموها في الاستريشن هتزيد. طب سؤال، سرعه الدم اكبر ايه دلوقتي؟ لما تعمل بوست دايستريشن سرعه الدم بتزيد، يبقى تاني حاجه ان انا هيحصل عندي ديكريز ريت البلاد فلو، يبقى سرعه الدم هتقل دي حاجه وزياده البيرميابيلتي. طب الحاجة الثالثة، كمية الدم هنا هتتغير، هتزيد. ارجع لتعريف الانفلاميشن، احنا قلنا كلمة فليم مسؤول عنها الدم، يبقى المنطقة الانفلامد دلوقتي هتبقى قط وين؟ مش انت عندك كمية الدم زادت؟ يبقى اذا دلوقتي الجزء اللي حصل فيه انفلاميشن حصل فيه فاسكولاريزيشن، الفاسكولاريزيشن ده وصل كمية دم كتيرة بس المنطقة هتتغير. طب الحاجة الثانية، البازل ريليشن ده هيعمل ايه؟ سرعه الدم هيقلل سرعه الدم، ده اللي بيسموه ستيجز. كلمه ستيجز يعني ركود، ماشي؟ يبقى انا عندي سرعه الدم هتقل بيسموها الحاجه الثانيه زي ما قلت البرميابيلتي هتزيد. ويعني ايه برميابيلتي؟ يعني الميه اللي هنا تبدا يحصل لها تفشي. يعني يبقى انا اخدت كام حاجه دلوقتي يا دكتور؟ مين؟ ومين اللي بيتكلم؟ اول ما دخلت الانفكشن او الانجري عندي ايه اللي حصل؟ ترانزيانت فاسكولار انفكشن. بالظبط، يبقى انا عملت حاجه اسمها اكزونال ريفليكس، وده طبيعي جدا. انا جيت رحت مخبط كده حصل كونتراكشن. هيبتدي الحركه الانفلاميشن. الكلام ده بلغنا في بعض الناس بيقولوا الكلام ده في الكتب، يقول لك اصل بيتحكم الانفكشن. بيتحكم الانفكشن ازاي؟ اذا كان انت الانفكشن عندك بره اصلا ما دخلتش للدم، ماشي؟ طب الحاجه الثانيه يا دكتور، ايه اللي هنسال بعد كده؟ هنسال بقى الانفلاميشن يعتبر اللي هو الفاكس ريفليشن. طب ايه اللي خلى الفاكس ريفليشن ده يحصل؟ ما تفكريش، دي حاجة بتطلع على طول، دي هي كيميكال ميديتور. طب كيميكال ميديتور دي طالعة منين؟ من الدم الستريس. طب السؤال يا دكتور، إيه اللي هيحصل لما يحصل عندي فوز ريليشن؟ الريليشن هتوسع، هتعمل إيه؟ اللي بيسميه زيادة الكابيلاري بيرميبيلتي. طب الحاجة الثانية، سرعة الدم هتطلعها إيه؟ هتزيد. والحاجة الثالثة، المنطقة اللي بيحصل فيها الانفلاميشن هتبقى بوت وليد. يبقى ثالث أو ثاني ايفنت كان بوست كونستريكشن ترانزيت، وبعد كده بوست دايركشن، بعد كده ثالث حاجة زيادة الكابيلاري بيرميابيلتي. سؤال دكتورة تسنيم، أنت قلت لي الكابيلاري بيرميابيلتي يعني إيه؟ يعني المية اللي جوه هتخرج في بره. طب إيه سببها؟ البوست دايركشن، صح؟ طب وفي حاجه ثانيه، احنا قلنا اي حاجه بننزل فيها كيميكال ميديتور. طب حد فاهم كيميكال ميديتور ده يعني ايه؟ بص، كيميكال ميديتور هي بتتحكم في كل حاجه في الانفلاميشن. عارفين ما تروح للاندوثيليوم ده بتعمل فيه ايه؟ كونتراكشن. طب الاندوثيليوم لما يحصل كونتراكشن فيه، المسافه ما بينه وما بين الاندوثيليوم الثاني يحصل ضعيف، هتزيد، فيحصل انكريز للكابيلاري بيرميتر. يبقى دلوقتي النماذج بتاعت الكباري دي او حصلت ازاي؟ واحد بسبب الفاسكولاريزيشن لان هو راجل بيدور المسافات ما بين الكباري. اثنين، ان الكيميكال انجيتور اتسربت وعملت كونتراكشن في الانجليزي، فالمسافه اللي هنا وهنا دي هتنطبق كده، دي تنطبق كده، فالمسافه اللي ما بينهم هتوصل. فالنماذج دلوقتي هتزيد. طب سؤال، لما تبدا دلوقتي ترشح فلويدز من هنا، ايه اللي هيحصل؟ إديما، حلو أوي، حلو جدا، أنت كويس إنك عارف إديما يعني إيه. عندي إديما، هي ليها اسم تاني، أنت عارفين الإديما دي بتحصل في الحالة دي مع إيه؟ مع الإنفلاميشن، ففي ناس بيسموها إنفلاماتوري إديما. طب السؤال، المية اللي خارجة دي، مية بس
وده ميه ومعاه ثلاث مرتين ميه وثلاث مرتين عارفين اثنين ميه بس بيسموها ايه؟ ترانزوليت. طب هما ايه بقى ميه وبروتين؟ ده بيسموه اسم كده بيسموه اكسوديت. يبقى هو هو القديم على فكره لما نيجي ناخد اسباب القديم انا هقول لكم زي ما انتم عارفين ادي حاجه انتم بتبقوا عارفينها. يبقى بعد كده ان الكاميرا اللي بتعمل كده لما حصلت عندي بدا يحصل ترتيب ليه؟ او تسريب قصدي ليه؟ ليه؟ الميه بالبلازما بروتين. الميه والبلازما بروتين ده سوري اللي هنقوله عندك دول بيسموهم قديمة بس دول عشان يختار او بيسموهم اكسوديت وبما انهم اختاروا الاكسوديت بيسموهم انفلاماتوري اكسوديت. طيب السؤال اللي بعد كده عايزين بقى نعرف حاجه ايه اللي هيحصل لما تبدا ترشح الميه؟ هاي حد يفكر كده دلوقتي الوقت في منطقة حاجة كده بسيطة معينة. دلوقتي التركيز بتاع الكونسنتريشن بتاع البلد هو ده عبارة عن ايه؟ بلازما مية وخلايا. انت عمال تسحب منه ايه؟ المية. يبقى الكونسنتريشن بتاع البلد هيحصل فيه ايه؟ يبقى السرعة او اللزوج للدم هيحصل فيها ايه؟ يبقى الفيسكوسيتي اللزوجة بتاعت الدم هتزيد. انتوا عارفين ان انا محتاج ده ليه؟ لو جيت قلت لماركو هاتوا بعض اللي انت هتحطوا فيها مصر لو جيت قلت لك حط لي ايدك في المروحه دلوقتي هتعرف ليه؟ عشان بتلف بسرعه. لو قلت لك بعد ما بطلت سرعتها هات لي حاجه من جوه هتعرف ليه؟ نفس الفكره انت عندك الدم ماشي بسرعه جدا عامل زي العربيه ازاي تطلع لي واحده في النص كده بالسرعه اللي هو ماشي بيها دي عايز تطلع الوقت تنقل من هنا لهنا ازاي؟ لازم تعمل ايه بسرعه الدم الاولاني؟ وعشان تقللها لازم تعمل فاسيلايزيشن وتزود لزوجة الدم، لزوجة الدم لما تزيد يبقى سرعة الدم هتفضل أقل. عشان كده في سؤال هنبقى نجمعه مع بعض، هو ينفع تسيب الرسمين يحصل قبل نفس الرسمين؟ يعني ينفع تخرج الوردة السن من جوه قبل ما تعمل لها التمرين ده كله؟ طيب يبقى أنا دلوقتي الكاميرا اللي بتمرن فهمت ليه حصل بسبب ايه؟ على طول كده والبرد ولا نتيجه. طب الكيميكال انديكيتور يعمل ايه؟ كونتراكشن انديكيتور. الخلاصه كلها ان الفلويد هيبدا يترشح عندك هيعمل لك قديمه سميناها اكسوديت. الحاجه الثانيه هيزود الكونسنتريشن بتاع الضغطه دي بيسموه ديمو كونسنتريشن. بس في مشكله. حد عارف ايه المشكله انك تزود زوده الدم؟ كونجريشن يعني هيحصل لك ترومبوس ودي من ضمن المشاكل اللي عندك. طيب رابع خطوة ودي بقى من أهم الخطوات عندي للتيتل. وأظن دلوقتي بقى واضح يعني إيه التيتل؟ يعني سرعة الدم هتطلع إيه؟ هتقل. طب حد يقدر يقول لي إيه سرعة الدم هتقل؟ أول حاجة عملت برضه دلوقتي صح؟ تاني حاجة زودت كاميرا الإنفيرميري صح؟ صح. تالت حاجة الدكتور طب ورابع حاجة هو أنا عندي كام في المية من الكاميرا اللي شغالين أوبن؟ 10% صح؟ طب الكيميكال ميديتور اللي عندك عارف ادي الدم اهو ماشي وبيروح للكابيلاري ودول كلهم مقفولين صح؟ طب لو الكيميكال ميديتور راحت وفتحت لك دي ودي 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 يبقى سرعه الدم هتطلع ايه؟ هتتقسم على ده كله. مفهومه دي؟ يبقى حالات الانفليشن انت عايز تدرس كميه الدم فبتعمل ايه؟ فبتفتح كل الكابيلاري المقفوله عندك. طب الكاميرا دي لما تفتح يبقى معنى كده سرعه طريان الدم في التوتال في الكاميرا كلها هيحصلوا ايه؟ يعني انا عندي السرعه هنا مثلا 10 ودول كلهم كانوا مقفولين فدي كانت سرعتها 10. طب لما تفتح دي ودي 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 يبقى دول خمسه وفي كل واحده تاخد ايه؟ السرعه هتقل. لما يقول لك ايه اوبننج اوف كاميرا دي بس يعني ايه كاميرا دي بس؟ بقيه الكاميرا دي المقفوله عندك. يبقى دلوقتي يا ماركو جدري خفي الدم يحصل فيه تيتل. سرعة الدم هتقل ليه؟ بسبب الضغط ريلاكيشن بسبب الفيسكوس بيزيد في كاميرا الفيرميابيلتي وبسبب اوبننج ليه؟ الضغط ريلاكيشن. طب ايه اللي هيتأثر على التيتل اللي عندك؟ انه يعني انا هستفيد ايه من التيتل ده؟ هيزود التيتل اللي هيكتب على صباع ماركو. ليه يا ماركو؟ يعني لما تقابل سرعة الدم قوي يبقى سهل جدا انك تدخل الفايت سيل دلوقتي سرعة الدم يعتبر بقت واقفة صح؟ فسهل جدا الفايت سيل تعمل ايه؟
تخرج بره الكنيسه. اما طول ما تم الاريع استحاله الورقه تنزل عن تخرج. عشان كده بدون ستيتس هيحصل فيه من الريتشنج؟ لا. يعني بدون ستيتس ما ينفعش الورقه تخرج من جوه لبره. يبقى لازم حفظ الستيتس دي مهمه، بس ليها مشكله بناها هي الثرومبوز في العمل. تمام؟ يبقى دلوقتي انا كده هيجي لك سؤال في الامتحان يقول لك ايه هو فاسكولار تشينجز. عن الاول الفاسكولار تشينج دي لوكال ولا جنرال؟ ده بتحصل في المكان اللي فيه الانفكشن، لان ساعتك انا مش هورمك الجسم كله ولا هتخلي الجسم كله يحصل فيه انفلاميشن وانت ما عندكش حاجه. انت رايح انت الهدف الانفلاميشن انه يتخلص من الانفكشن. طيب دلوقتي يا دكتور قولي لي يعني ايه انفلاميشن؟ الورقه دي محتاجه مواصلات للجزء هتلاقيها في الفلوس السوداني.
الوايت بلاد سيلز دي محتاجه نيوتريشن هتلاقيها في السيرت السوداني. انت محتاج تحجم الانفكشن عشان ما يحصلش العمليه ما يفتحش منك. بقى كده الكلام ده كله في السيرت السوداني. فالسيرت السوداني اساسي عشان حاجه، عشان كل اللي هيجي بعد كده ما يفتحش. طب السؤال السيرت السوداني ده ميكانيزم الفورميشن انا دي اكتر من 5 6 مرات في الامتحان. كل حته في السيرت السوداني تتقال زي اللي انا عايز اوصله حاجه. ايه هي؟ السلوك الابتدائي انا عايز اعمل فيه دلوقتي اللي كتبته. عايز اجيب ميه هنا. عشان اجيب ميه هنا انت زي ما كتبت الرسمه دي، يعني مالهاش دعوه بالدرس دلوقتي. المفروض الرسمه دي تبقى عارفينها من السيولوجي. فاشرحها سيري كده، مفيش مشكله. بصوا انا لازم كاميرا دي والكاميرا دي انا موسعها بس عشان ايه؟ عشان هشرح عليها حاجات. احنا اتفقنا ان الكاميرا بتتوصل ما بين مين ومين؟ انتوا محظوظين. احنا بنتعامل نموذجين. النموذج ده بيتعامل بين الشوطين وبين برشلونه وريال مدريد. فكان معروف. النموذج الثاني اتعمل بعد الماتش. بس هو مش راضي يطلع لحد دلوقتي. لما طلعت نموذج واحد بس. النموذج الثاني كنت جايب 200 وهتلاقي الام سي كيو كده حاجه شوف الزبالة. المشكلة حصلت في ايه؟ بعد ما خلصت الامتحان لقيت واحد بيسأل عليا بيقول لي انا مش عارف بنسمي المختار الطبيعي. تمام؟ الواحد ده بيسأل عشان ايه؟ انا عرفت السبب بقى. بالنسبه للوجه احنا دلوقتي عايز اعمل اختراع الات للارقام الرسم. تمام؟ المهم الوجه حلو مش حلو خالص. بعد كده بص ده المراكيب بتاعها ده بتاع الليزر اللي بيكون جايب له 5 كيلو. تمام؟ بعد كده الوقت عمال يقول لي ايه؟ انا عايز احسن ماده مخدره الاقي فيها خلايا سرطانيه. اتفضل اسالني بعد كده. فقلت له هو يعني هو حاطط الكونسيبت ايه؟ انا هحقن ماده مخدره يعني حشيش مثلا او كده ويعمل ثمن ونجمعهم مع بعض ونحكي.
وبالتالي كمية الدم الدكتورة اللي جوه هنا هيحصلها ايه؟ ما تزيد؟
فالضغط العقلي والسيلف ديبريشن دلوقتي هيحصل ايه؟ هيجي فالضغط دلوقتي هو ايه؟ هيبقى اعلى بكتير من ايه؟ من الكذب صح؟ يعني معنى كده ان الكميه دلوقتي الفرق ده هيزيد قوي وده هيفضل زي ما هو فانت عمال تطرد اكتر واكتر واكتر يبقى معنى كده ان انت كبالي على الستاتيك بريشر دلوقتي اخباره زاد لانك عملت ايه في الاصل برضه فكميه الدم زادت ولما تزيد كميه الدم الحاله دي الستاتيك بريشر بتاعها هيحصل ايه؟ طب سؤال كتير كده يا مصر هو ايه اللي طلع عندك في الناحيه دي؟ البروتين صح البروتين اتفقنا انها تعمل اوزموتيك بريشر بس الاوزموتيك بريشر ده في الدم ولا في التيشو؟ واتفقنا الاوزموتيك بريشر ده بيكوز جذب ولا طرد؟ يعني هيعمل ايه في بقيه الميه اللي باقيه هنا؟ هيشد ده يبقى التيشو اوزموتيك بريشر هيبدا يعمل ايه؟ هيشد الفلو ده يبقى انا عندي في ثلاث قوى كلهم محصلتهم ان في ميه تتجمع عندك كده اول حاجه البعض الغيرتيشن اللي حصل المسافات دي وسعت او وسعت فبدا في ايه؟ في فلويد ابتديت يخرج عنده. الفلويد ده لما خرج عمل ايه؟ المايه والبروتين. لما ده بدات في مايه وبروتين تتكون هنا. المايه والبروتين اللي بيكونوا هنا دول اسمهم ابتديت. بس في الحاله دي عملوا ضغط اسمه اوزموتيك بريشر. بس اسمه ايه؟ لقمه ولا مفيش اوزموتيك بريشر؟ الديسو او الاوزمون بريشر بيشد ايه؟ بيشد الميه الوحيده. الحاجه الاخيره في كميه الدم اللي جوه الكبيره دي في المنطق دلوقتي بما انها حصل فيها ريلاكسيشن هيحصل لها ايه؟ هتزيد وطالما كميه الدم نازله يبقى الهايبر ستاتيك بريشر هيحصل له ايه؟ هيزيد. ماشي؟ طيب السؤال ده ايه الوظيفه الفانكشن اللي اكثر سؤال ده ايه كده؟ الفانكشن بتاعت الفلويدز دي جنب الفانكشن ايه كده ماما؟ هي ماما بتعمل ايه يا ولاد؟ وانت صغير كده بتفتكر فضايحك تمام؟ ماما كانت بتعمل ايه؟ كانت بتخفف وتاكل وتجيب وتودي. دي ماما يا ولاد وتنزلها الفراسيس المطروح دي ماما كانت بتنزلها كله مردود كله مردود. بص يا ولاد دلوقتي انا عندي الحته دي غرقانه ايه؟ غرقانه في فلويد. فلويد بس ولا فلويد بروتين؟ هي لعبه بجانب البروتين. طب هسألكم سؤال لو البكتيريا دي دلوقتي طلعته المايه دي هتعمل ايه في التوكسين؟ مش هتخففها؟ تعمل دايلوشن للتوكسين؟ يبقى اول حاجه يحصل دايلوشن للتوكسين. ليه؟ انت عندك دلوقتي كوبايه وحاطط فيها نقطه سم او نقطه سم هتبقى الكونسنتريشن بتاعها ايه؟ مخفف. طب الحاجه الثانيه هو مش دلوقتي في بروتين والبروتين دلوقتي انت لسه هتطلع خلايا من هنا توديها هنا عشان تنزل البكتيريا دي الخلايا دي جعانه وهتاكل كتير في الطريق مين اللي غذيها؟ مش فلوكسوليت. ليه؟ لان جوه بروتين يبقى مسؤول عن النيوتريشن وفايت بسيط. طب هتجيب ايه وتودي ايه؟ هو مش في خناقه هتحصل دلوقتي ما بين البكتيريا وما بين الانفلاماتوري سيل وفي خلايا هتموت واتفقنا انك لازم تعمل ايه في اي خلايا بتموت؟ تتخلص منها. طب تتخلص منها ازاي؟ انك تصبها احنا قلنا دول في البروتكس ولا بتمشي فين؟ بالنسبه لك يبقى الفلويد اكسبريت بيتسهل انت اسهلك انك تنقل الحاجه صفة ولا انك تحطها في ميه وتسيبها؟ ما هي هتتحط ميه تسدس. يبقى اذا الفكره كلها الويست برودكت بتاع الانفلاميشن والخلايا الميته دي كلها سهل جدا انك تشيلهم فين؟ في الميه وتوديهم في الاكسبريت. فانت كده عملت تودي الريموفر في الويست برودكت. فاضل بقى هتجيب ودي اللي مهم هتجيب. هتجيب ايه؟ اولا دلوقتي البكتيريا دي مش بتطلع توكسيد وانت محتاج للتوكسيد دي انتي توكس صح؟ محتاج للبكتيريا دي انك تجيب انتي بايوتكس. طب وايه الانتي بايوتكس ده؟ وانتي توكس الاثنين دول على فكره سوري انتي باص بس انتي توكس فانت محتاج انك تجيب انتي بايوتكس وانتي توكسيد تمام؟ محتاج تجيب الحاجات دي، الحاجات دي لما كنت شاطر تركيبها عباره عن ايه؟ بروتين.
والتمثيل معايا ان الجلد دي غرقانه ايه؟ غرقانه في بروتين. اهم بروتين بقى ده بيجي سؤال لوحده، بروتين اسمه 5-prenotin، هو ده موجود في الدم ولا مش موجود في الدم؟ ده موجود اساس، وحتى كان بيتحول لما يحصلوا اكتيفيشن كان بيتحول الى حاجه اسمها فارفين. طب سؤال، ايه الفايده بتاعت الفارفين؟ يبقى انا محتاج الفارفين ده فين؟ انت عايز تعرف ايه؟ وفين الكيس اللي هيعمل كده؟ انت جاي في الفايبرين جديد. اول حاجه لما يتحول للفايبرين هيعمل ايه في الانفكشن؟ يحوط لك الانفكشن. طب ليه؟ عشان يمنع الاسبريت اوف انفكشن. يبقى اول حاجه عمل لك نوتراليزيشن. انتوا عارفين الاسبريت في واحد بيصحى يلاقي الاسبريت بتاعه اتحرك مثلا كان في راسه بقى في الكيس، تمام؟ زي ما انت كان فيه يعني الكيس بتاعت الجهاز الجديد ناس عادي بقى بتشم رجلي لانج انجري، تمام؟ لانج انجري هيكون ليه كلام فين؟ في اللور ديم واحد رجله ومش عارف ايه وكان بيحارب وليا مش عارف ايه وفي الاخر وقف دايجنوز لانج انجري. خلق ومناسب بالي كاتب الانفلاماتوري سيل بتاع الابوتوز اللي كاتب فيه واللي كاتب فيه بره ماشي ركز بس الكلمتين اللي جايين دول. الحاجة الثانية هو انت الانترستيشن ده قلنا قبل كده في حاجة بتعدي منه؟ فاكرين الجاب جانجرين كنا بنقول انك بتكسر الانترستيشن علشان تعدي بيه. طب انت بالنسبة لك دلوقتي الوايت بلاست ازاي توصل من هنا وادي البكتيريا ايه؟ ازاي توصل كده؟ لازم لها حاجة تشدها وتاخدها وتتحرك معاها. مين اللي اتحرك معانا؟ الفايبرينجن. يبقى فايده الفايبرينجن انه هو المسؤول عن الترانسبورتيشن بتاع الماكروفاج والاذر انفلاماتوري للسايت اوف انفكشن. واخر حاجه هو مش في خلايا هتحصل هنا وفي خلايا هتموت وحاجات هتتعوض، هتسيبها كده ولا هتعملها ريفيرس؟ هتعمل ريفيرس. الخلايا المسؤوله عن الريفيرس مين اللي يمكنها يوصلها هنا؟ برضه الفايبرينجن. يبقى اذا الفايبرينجن ده بيجي سؤال مهم قوي، ايه فايده الفايبرينجن في الانفكشن؟ نوتاليزيشن والكونفكشن وترانسبورت الحاجتين مهمين، ايه هما؟ الانفلاماتوري و السيلز المسؤولة عن الريليف اللي من الاخر الفايبرينج. ماشي؟ يبقى الثاني ارجع معايا كده وقول لي ايه هو السيلز؟ حد عارف ايه السيلز سبيس؟ قول لي يا زلمة كده عبارة عن ايه السيلز سبيس؟ الكون ازاي؟ يعني الميكانيزم اول حاجه ان انا عندي كابيلاري صح؟ تمام؟ صح؟ قول لي الميكانيزم كمان. بيحصل فازلاتيشن في الارتيريول وبالتالي بيزيد فيه الهيدروستاتيك بريشر فبيزيد التريشر. تالت حاجه اللي هو بيفضل الهيدروستاتيك بريشر في الدنيا ثابت فبيسحب زيادة الإيشو وبصمات الإيشو. سرعة هي في الفنك ماما بليوزة ماما ماما بتنفق. والفايبرينجن ده اهم بروتين. طب وايه كمان؟ هو انت سؤال في بروتين مهم قوي قوي قوي. البروتين ده اهميته فين؟ انا دلوقتي الوايت بلاد سيلز هتروح هتعرف منين ان في بكتيريا من النورمال سيلز. فلازم في حاجه احطها على البكتيريا، تمام؟ البكتيريا اضحك عليها واديها البكتيريا البروتين اسمه اوكسونين. ده هنعرفه بالتفصيل. الاكسونين ده بيعمل كودنج للبكتيريا، تمام؟ فالخلايا الوحيده اللي هتاخد
الاكسونين للبروتين. الفاكتور يبقى الوايت بلاد سيلز المفروض تجري ناحيه الاكسونين يبقى هي الصح ناحيه مين؟ هي اللي هي اللي عايزه تقوم. انا بنقرا كمان كويس تمام. ادي كده بالنسبه لي الجزء الخاص بين الهايبر كونفيجريشن والاكسونين والكلام ده. Thank you.